تعالوا نروح لتقرير كده. طلعت واحد حبيبنا راجل محترم اتعرض لحادثة من امتى؟ من 40 سنة. الحادثة دي للأسف الشديد خلته فقد دراعاته وأصابع القدم وهو في المرحلة الابتدائي. صديقي طلعت قرر أنه يظهر موهبته ويستكمل دراسته ويلتحق بكلية الخدمة الاجتماعية، وأنا بكلمك دلوقتي هو بيشتغل موظف في مديرية التضامن ويبدع في الخط العربي والرسم. ما هو اللي مش عاوز حاجة توقفه ما بيوقفش. تقرير ونكمل الكلام عشان هيبقى فيه عندنا سمع من اللي هو بقى. يعني ايه سمع من اللي هو؟ يعني انت هتسمع التواشيح والترانيم الاتنين مع بعض، هتسمع الصوفي وهتسمع برضو القبطي كله مع بعضه. ليه؟ لانه بمنتهى البساطة انت في مصر. انتظرونا. ربنا ما بيدي الحاجة بيديها بالظبط، بس نجتهد في الوصول إليها. طلعت نبيه ناشط خليط الديابية في محافظة بني سويق مركز الوسطى. الحادثة حصل سنة 1982، كان الوالد شغال في مصلحة في طعمية على طريق سفاجة البحر الأحمر، منطقة كلها جبل أيام الحرب العالمية الأولى، الحاجات دي موجودة فيها كتير. حاجة مسكتها كده ودبيت عليها دبة، طلعت خدت الطرفين بتر الاتنين على طول. كانت عملية صعبة شوية، يعني قعدت فترة كبيرة أعاني من الحتة دي لغاية ما قدرت حتى أعمل ولمس إيديا تلمس بعضها كده من الالتهابات اللي كانت فيه. الحمد لله. كنت لازم أكمل حياتي، ما أنا لو قعدت مكاني كده وسبت التعليم كان مهمل. كانت قدامي، كنت نفسي انا في تاني اعدادي، بديت اروح المدرسه كده من غير حاجه الاطراف، وبقيت اتعامل مع المدرسين هم بره كانوا بيتعاملوا طبقا للحاله. بقيت النهارده بكتب، بكره اعمل لجنه يجيب لي واحد زميلي اقل مني من سنه يكتب لي جنبيه. طبعا حكايه المرافقه دي كانت بتتعب، بتشيل درجات كتيره من درجات الامتحان، فتلاقي نفسك داخل بنص ليه الدرجه. فبقيت لازم احاول ادور على بديل اعتمد بيه على نفسي عشان الدرجه. جيت داخل ثانوية عامة، طب هيعمل نفس الحكاية، هيشيل مني درجات، يبقى المجموع هيشيل مني ربعه، درجات الرسم والكلام ده كله. فأخدت من تالتة إعداد لغاية ما وصلت لتالتة ثانوي، يعني 4 سنين، وأنا بقى إزاي ألقى طريقة أعتمد بيها على نفسي بشكل يكون مقبول، وإزاي أقدر أواجه بيه الآخر. بديت أرسم الأول، ما بديتش أكتب، لأن الخط الرسم مش محتاج يعني تدقيق وتصغير الحجم. انا بمسك الان بتعامل مع خطوط واسعه، مساحات ما لهاش حدود زي سطر الكراسه. بديت ارسم، خدت يجي سنتين ارسم وسنه ونص قبل ما بيت امسك القلم بالسنان كده بطريقه فيها تحكم شويه. والاخر مده كانت سنه او اكثر شويه، كانت بقيت ازاي انا احط الخط ده او في الصوره اللي هي تصغر بحيث تمشي مع خط على ورقه على كراسه يبقى مقبول للي يقراه. كنت دايما لما احب ادخل في رسمه او في حاجه احضر لها الاول حلو، لازم احضر لها الحلو. سواء مثلا البورتريه ده انت بتجيبي ملامح الشخصيه، لازم تذاكريها الاول، تذاكريها بالتفصيل عشان تبقي تنقلي حاجه من شخصيه على الورق. اي واحد شايف عقلي قدام منه يتغلب عليها بالطريقه اللي تريحه هو وحسب ظروفه، لان الانسان لما يبقى معوق عايز يقول بيكيف نفسه على اعاقته، بس المهم ما يوصلش لنقطه الياس.